بالجزئيتين التي أشرنا إليهما؟ ريهام، أولا بالنسبة لجزئية الإضراب الجزئي بالنسبة للأطباء اللي اتخذ كخطوة تصعيدية يوم الاثنين ويوم الأربعاء من كل أسبوع، يمكن إحنا أسمع دلوقتي بقى الساعة الرابعة مساء، يمكن الإضراب دلوقتي تم رصده أن وصل الإضراب نسبته على مستوى المستشفيات اللي تبلغ 514 مستشفى في محافظات مصر تابعة لوزارة الصحة إلى 18%، يعني دي نسبة بالنسبة بسيطة بالنسبة للإضراب اللي قبل كده. عاوز اقول ان في 90 مستشفى في 9 محافظات ما تمش فيهم الاضراب، زي شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، المنوفيه والشرقيه. يمكن كل الحالات اللي تم استقبالها من خلال ال 90 مستشفى اللي تم فيهم الاضراب الجزئي تم تقديمهم الخدمه الطبيه بالطوارئ، ولم تكن هناك اي شكوى من خلال الخط الساخن 137. بالنسبه لجزئيه انفلونزا الخنازير، زي ما قالت الوزيره، يمكن عدد الحالات من موسم الشتاء من اول شهر اكتوبر حتى الان 172 حاله، حالات الوفاة 16 حالة، أكثر الحالات في محافظة الدقهلية والشرقية والأقصر. يمكن الحالات دي اللي توفت كلها حالات أصحاب أمراض مزمنة، بمعنى أن المناعة بتاعتها ضعيفة، زي الأمراض السكري، قلب دناء، مرضى السكر وما إلى ذلك، السمنة وغير ذلك. ولكن وزارة الصحة هناك إجراءات احترازية اتخذتها بتواجد التطعيم اللي هو التطعيم الانفلونزا الموسميه اللي دخل من ضمنه H1N1 اللي هو الانفلونزا بما يسمى الانفلونزا الخنازير. كما هناك اجراءات الصحه الاوليه اللي هي اماكن التهويه، البعد عن الزحام، الغسيل بالماء والصابون وغيرها من الاجراءات الاحترازيه للوقايه من هذا المرض اللي بيعتبر مرض ضعيف بالنسبه ل H1N. طيب محمد، يعني مدى خطوره الاضراب الجزئي للاطباء خاصه في هذه المرحله المهمه، وكيف تستعيد عن ذلك وزاره الصحه، يعني الاجراءات البديله حتى لا يتاثر المرضى سلبا من هذه الاجراءات؟ اهم الاجراءات البديله اتخذتها وزاره الصحه ان تدفع بالعديد من الاطباء والاستشاريين الكبار في الطوارئ والاستقبال، كذلك هناك في كل مديريه 6 عيادات متنقله، دي 6 عيادات متنقله طوارئ بتتنقل في أي مكان يكون فيه أي حالة بتستدعي تواجد هذه الوحدات الطبية اللي تعتبر عيادة شاملة متنقلة بتصل للمريض في أي مكان. كذلك وفرت كافة المستلزمات والأدوية اللي بيحتاجها المرضى اللي هي أصحاب الأمراض الباردة، اللي هي سواء إنفلونزا أو التامي فلو اللي هو بالنسبة للـ H1N1 المعالج للـ H1N1 للوقاية من هذا المرض. أشكرك جزيلا على هذه المتابعة. أفاد مراسل النيل بأن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح بدءا من الثلاثاء ولمدة 3 أيام. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا في سيناء ماهر إسماعيل. يعني ماهر، هل هذا الإجراء إجراء صدر نتيجة يعني إقبال شديد من الجانب الفلسطيني على الدخول أو الخروج من معبر رفح؟ نعم الزميل أشرف، بالفعل قرار السلطات المصرية اليوم تشغيل معبر رفح البري بداية من باكر الثلاثاء لمدة 3 أيام بكلا الاتجاهين بصفة استثنائية لتنقل العلاقين والحالات الإنسانية والمرضى من وإلى قطاع غزة، على أن يغلق عقب إنتهاء مواعيد العمل الرسمية يوم الخميس دون تحديد موعد آخر لإعادة تشغيله. بالتأكيد هناك عالقين على كلا الجانبين يريدون التنقل بين قطاع غزة والعالم الخارجي ومن العالم الخارجي إلى قطاع غزة. إليك أشرف. يعني ماهر، هل لاحظت هذا الاكتظاظ على الجانبين خلال الفترة الذي يعني دعا السلطات المصرية إلى فتح المعبر بصفة استثنائية؟ يعني هل كانت أعداد كبيرة على الجانبين من المتوجهين أو الآتين من غزة؟ وضح أن المعبر يفتح على السلطات المصرية تفتح معبر رفح البري على فترات يعني اسبوعيه، يوم او يومين اسبوعيا، ولكن بالتاكيد هناك نتيجه الاغلاق على قينا على الجانبين، يعني البعض يريد العوده الى قطاع غزه والبعض يريد الخروج من قطاع غزه متوجهين الى الدول التي يعمل او يقيم فيها. ماهر اسماعيل مراسلنا، كنت معنا على الهاتف من محيط معبر رفح من قطاع غزه، شكرا جزيلا لك. يتوجه الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء إلى السعودية غدا في زيارة تستغرق يومين، يرافقه خلالها وفد وزاري رفيع المستوى.
وينقل الببلاوي خلال الزيارة رسالة من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تتناول سبل دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتقديم الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب السعودية الشقيق على الدعم والمساندة التي قدمتها لمصر سياسيا واقتصاديا. كما يجري الببلاوي والوفد المرافق له مباحثات مع كبار المسؤولين السعوديين تتناول دعم علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري. أجرى وزير الخارجية نبيل فهمي لقاء مع وزير الدفاع الإيطالي في بداية زيارة إلى إيطاليا تأتي ضمن جولة أوروبية تشمل كذلك ألمانيا وهولندا. تناول اللقاء سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجال العسكري. كما أجرى فهمي حوارا مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية واسعة الانتشار، حيث استعرض فهمي مجمل الأوضاع في مصر شارحا تطورات تنفيذ خارطة الطريق ورؤيته للاستحقاقات القادمة في أعقاب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، مؤكدا عزم السلطات المصرية الانتهاء من المرحلة الانتقالية وفقا للجدول الزمني المعلن، أي خلال الصيف القادم. ومعنا متابعة من العاصمة الإيطالية روما أول محطات الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية مراسلتنا أمل صبري. أمل، أجندة وزير الخارجية المصرية خلال زيارته إلى إيطاليا؟ تحياتي لك ولكل السادة المشاهدين في مستهل جولته الأوروبية والتي بدأها بزيارة العاصمة الإيطالية روما. التقى وزير الخارجية السيد نبيل فهمي منذ قليل بوزير الدفاع الإيطالي ماريو مورو بناء على دعوة من الجانب الإيطالي. بالفعل هناك تعاون عسكري قائم بين مصر وإيطاليا، وهناك مجموعة من الاتفاقات بعضها جاري والبعض الآخر مازال حيز البحث. اللقاء تناول بحث التعاون العسكري القائم بين البلدين، أيضا تناول الجانبان كل الموضوعات المتعلقة بالأمن بصفة عامة، أيضا المشاكل الحدودية التي تعانيها مصر شرقا وغربا وحتى جنوبا. أمل، بالإضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين، يعني ماذا عن دلالة هذه الزيارة وهي ليست الوحيدة في إطار هذه الجولة، هناك أيضا ألمانيا وهولندا، ربما في توضيح الرؤى تجاه ما يجري في مصر حاليا؟ بالفعل يمكن الهدف الأساسي من هذه الجولة هو شرح وطرح تطورات الأوضاع في مصر، خاصة بعد نجاح مصر في تنفيذ الاستحقاق الأول لخريطة الطريق، وأيضا شرح الاستعدادات التي تقوم بها الدولة المصرية لتنفيذ الاستحقاقين المتبقيين من انتخابات رئاسية وبرلمانية، والجهود المصرية أيضا في محاربة الإرهاب والعنف ونقل الصورة الحقيقية للوضع في مصر. يعني هل هذا هو نهاية النشاط الذي يقوم به وزير الخارجية ثم توجه بعد ذلك إلى الدول الأخرى في إطار هذه الجولة، أم أن هناك المزيد في أجندة أنشطتي في إيطاليا؟ هناك العديد من اللقاءات نبدأها أو نحن الآن في طريقنا لمقر وزارة الخارجية الإيطالية كي يلتقي السيد نبيل فهمي بوزيرة الخارجية الإيطالية إيما بونينو. سيتم خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية بالإضافة لعدد من القضايا في مقدمتها عملية السلام في الشرق الأوسط، الأزمة السورية، الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري، أيضا قضية اللاجئين السوريين في دول الجوار بما فيها مصر. أمل صبري متابعة من العاصمة الإيطالية روما لنشاط وزير الخارجية نبيل فهمي هناك، أشكرك جزيلا على هذه المتابعة. عقد منتدى حوار الثقافات مؤتمرا تحت اسم دستور جديد لمجتمع جديد، حضره نخبة من المفكرين والأدباء ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين. ناقش المشاركون في المؤتمر أهم متطلبات الثورة في الدستور الجديد وسبل تحويله لقوانين وسياسات وممارسات عملية تمهد الطريق لمستقبل أفضل. عقد منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مؤتمرا بمدينة الأقصر استمر لمدة يومين تحت عنوان دستور جديد لمجتمع جديد، حضره نخبة من المفكرين وأساتذة الجامعات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.
حينما يأتي المجتمع المدني ليقول لدينا دستور جديد، لا يجب أن يقف الأمر عند وثيقة موجودة، هذا الدستور لابد أن يسهم في بناء مجتمع جديد. ما هو المجتمع الجديد الذي نسعى إليه؟ نسعى إلى مجتمع دولة القانون، نسعى إلى مجتمع به وفرة اقتصادية، نسعى إلى مجتمع به تعددية سياسية وتداول حقيقي للسلطة، نسعى إلى مفهوم جديد للديمقراطية لا يقف عند حدود 50% زائد واحد لكنه يستوعب الأقليات بمختلفها وتنوعها. ناقش المؤتمر أهمية الدستور الجديد وانعكاسه على مستقبل مصر في الفترة الراهنة. لابد أن ندرك أننا في مرحلة تحديات، وهذه التحديات تطلب منا أن نعمل بجد وصبر وأناة، وأن لا نتعجل النتائج، لأننا في عندما نبني نأخذ وقتا طويلا للبناء. ولعلنا عندما ذكرنا أن هناك تحديات عديدة بدأناها بتحدي البطالة وتحدي مقاومة الفقر ومقاومة العشوائيات، وبعد ذلك كله وربما قبله كيف نرتقي بالتعليم، لأن هذا هو أكبر تحدي في المستقبل. الدستور لا يصنع مستقبل في ذاته، إن لم يتحول إلى ممارسات على الأرض فهو لن يصنع أي مستقبل. لكن خلينا نكون واضحين إنه الدستور الذي تمت الموافقة عليه في الحقيقة هو دستور جيد جدا ليعبر بنا هذا الحاضر الذي نحن فيه. إن نجاح أي ثورة لا يعني بالضرورة تحقيق أهدافها مباشرة، فهناك خطوات عديدة لتحقيق هذه الأهداف. إقرار الدستور الجديد كان أولى المعارك التي خاضها الشعب المصري من أجل استكمال خريطة المستقبل، هذا ما ناقشه منتدى حوار الثقافات. من مقر انعقاد المؤتمر بمدينة الأقصر، جورج رشاد، قناة النيل الأخبار. أعلنت القيادة العامة لتنظيم القاعدة أنها ليست لها أي صلة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش. أضاف البيان الذي نشر على شبكة الإنترنت أن التنظيم الذي ينشط في سوريا والعراق والذي تتهمه المعارضة السورية بالعمل لحساب نظام بشار الأسد ليس فرعا من جماعة قاعدة الجهاد، ولا تربطه بها علاقة تنظيمية، وليست الجماعة مسؤولة عن تصرفاته. وعلى الصعيد السياسي، يصل اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو وفد ائتلاف المعارضة السورية برئاسة أحمد الجربة رئيس الائتلاف. وقد أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لافروف سيلتقي الجربة غدا في إطار الاتصالات الروسية مع ممثل المعارضة من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول للأزمة وفي سياق عملية الحوار السوري والتي انطلقت في جنيف 2. أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عن أسفه لعدم توصل الجولة الأولى من المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة السورية إلى أي تقدم ملموس على أرض الواقع بعد الانتهاء من أسبوع كامل من المفاوضات في جنيف. وأكد العربي في مؤتمر صحفي أن المفاوضات ستستأنف في جولة ثانية يوم 10 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تأمل خلال هذه الجولة الجديدة أن يتم وقف ولو جزئي للقتال وإدخال المساعدات الإنسانية، مشددا على التزام الجامعة العربية تجاه سوريا وشعبها باعتبارها عضوا مؤسسا في الجامعة وستبقى في أركان النظام العربي. قالت وزيرة خارجية إيطاليا إيما بونينو أثناء كلمتها خلال افتتاح اجتماع مجموعة العمل الدولية حول التحديات الإنسانية في الأزمة السورية إن المجموعة الدولية فشلت على الصعيد الإنساني في سوريا. وقالت بونينو بحضور مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة فاليري آموس إن الأمور لا تتقدم، على العكس، علينا الاعتراف بأن المجموعة الدولية فشلت إلى حد كبير في تأمين وصول المساعدات الإنسانية بالنسب المرجوة. نشرتنا متواصلة مع حضراتكم، نتابع فيها المزيد من الأحداث، ومنها إجراءات أمنية مكثفة بالعاصمة اليمنية صنعاء بعد وقوع 3 انفجارات بمناطق حيوية بالبلاد.